إنها مدينة أوليسون. أوليسون. لا أنا كنت بدي أقول البندقية. في بيت قديم هون، يا ترى إيش قد عمره هذا البيت؟ تعالوا على هذاك الطرف. هذا البيت اللي هنيك بلال ايش قد حط له عمر؟ ما اقل من 100 سنة. يعني بيت قديم كثير، ما اعرف ايش قد عمره يعني. حلوة، مناظر حلوة، مدينة رائعة. تعرفوا لو مو الشتاء اللي هون كنت انتقلت بأول فرصة بنتقل لهون، بس إذا صيفها هيك ما في شمس كيف بيكون الشتاء تبعه؟ هنا السؤال. أكيد مكتوب تاريخها هلا. ليك الشبابيك تبع ليك مع قدمون. من شوي شفنا المبنى مكتوب على 1921. مو مكتوب هذا على شيء؟ عمره 99 سنة. مكتوب بارد قاطر في الشارع. مكتوب اسم الشارع هو. أو بابا بلال ارجع لقدام، ايش هذا قدام؟ هلا بنرجع نصوركم الشارع اللي ورا. الشارع هني كان حلو، وخرج لنا واحد يصور، ما اعرف منظري كيف صاير. انا خرج لنا واحد، خلاص يا زلمه انت تعال كل شوي فرجيني، حاسس مالك معي 24 ساعه وتشوف منظري. لا ما بطلع مشك، شو كل ما بحكي منظري كيف صاير بقول لي فرجيني. يعني بقول اول مره بيشوفني بحياته مثلا. هيك هي اختيارها على اساس هاي اختيارها. شب شب مني ومنك. طلع 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 ما احلاهم كل هالطلعات يطلعوا ينزلوا ما يكونوا رياضيين لهالدرجه. طلع فخذها بعدين نطلع على اليمين. يمين شفت المنظر احلى لسه. يعني يمين فيديوهات طويله. لا نحن جينا سيف بس ضيعوا الطريق ما احلاهم. وانا معتمد عليهم انه شو اسمه يتذكروا وين صفينا السياره. عم يقول جينا من اليمين ونحن طالعين سوي جينا. هلا بنروح على اليسار نصور لكم من اليسار وبعدين نكمل على اليمين على الطلعه. حبيبي على الطلعه بس كذا عيونكم انتم المتابعين. خليني انزل على الدرج بلا ما اتفشكل انا وابني. إنها مدينة أوليسون. بابا حاجة تحركني، الله يرضى عليك. طبعا إذا كاميرا مو واضحة وعم يهز كثير فهذا ابني بحضني عم يرفسني وأنا عم بتمشى وعم بصور. هلا راح نروح لتحت وهون فرجيناكم المنطقة. نروح لتحت اذا في شيء حلو ثاني كمان راح اصور لكم اياه ونرجع نصور الطرف الثاني. خليكم معنا. طبعا نزلنا بعديك النزله ما لقينا شيء، قلنا لكم نصور لكم اذا كان في شيء حلو. كان بيوت عاديه ما لقينا شيء حلو. طلعنا بهي الطلعه هون هيك صايره منطقه بعلاوة انه حلو. وهون في جبل فوق بس ما اعرف شو هو الجبل هذا. العالم بتطلع فوق راح نسأل بكره لانه اليوم متأخر الوقت الساعة 9 بالليل. طبعا حاليا الساعة 9، لا تفكرونا بالظهر عم نصور. الساعة 9 عم نصور لكم اياه. هاي هيك المناطق. الله يرضى عليك اخراس. ها شنو شو تقول؟ هلا راجعين على البحر على شو اسمه على الشاطئ هنيك على البندقية. عم شو الدرجة هذا؟ رح نمشي هيك.
أنا من النرويج. شوفوا لي منظر المخار هذا. شو المنظر؟ مصور له المخار. بلال شو هذا شو بده؟ هذا أنه يطالب بالعلم. عم يبيع جرايد شو بعرف؟ عم يبيع جرايد. روح اشتري منه جريدة روح. قد ايش جريدة معلم؟ قلت لك جريدة جرايد. مكتوب باللغة النرويجية القديمة. مو النرويج اللي احنا بنعرفه، يعني هذا النرويج اللي احنا بحياتنا ما شايفينه. طبعا في كتابات مكتوبة على اساس جريدة. هاي الله عليم. اي لغة هاي؟ لغة نشك قديم. انا شفت النشك القديم كيف بينكتب غير الاحرف اللي هلا موجودة. ها في صورة كمان هون على اساس رسمي شخص واحد. بابا ركبني، ما عم يخليني اصور مثل خلق ويكون في دقة. طبعا هاي بناية حلوة كتير، فبدي اشتري هاي بناية لبلال مستقبلا وليس الان. ليس الان. ايه تصير مستقبلا وليس الان كمان منيح. هاي يا زلمة اني اشتري لك مستقبلا منيح. لك منيح، بدي احسن من هيك. لكن شو بدك احسن من هيك؟ شي ناهي على اخر. قولي على امتي انا. شي ناهي؟ لا مشوار؟ والله اول شي فكرت واحد عن جد قاعد هنيك. هذا بيكون ابن عمو لهذا. ابن عمو؟ اه لهيك من خور صغير هذا. مش خور كبير كان معناتها. والله اول شي اول ما طلعت فكرت واحد عن جد قاعد. هذا اتنين. ليك 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 كم واحد؟ ليك ليك ليك. هذاك شكله اخوه. اه يا صديقي يا صاحبي، انت شو مالك؟ شو الله جابرك تقنون؟ انت كل يوم تقعد هون ما برد عليك والله. لا تفرج عم بحكي مع صاحبي. شو يعني هذا بلال وجماعته؟ ايه فوت بالسيارة، حياة ربك عبي بالسيارة. عم نصور يعني شو نعمل؟ نفوت بالسيارة ولا نفوت بالطيارة؟ ديك المدينة كلها تصميم مو قديم يعني، يعني حتى بيوت الجدد نفس التصميم مسوينه تصميم قديم، غير البناية هذا. هاي مرات. غير البناية هاي. هاي مرات هيك مثل مدينة بندقية داخل. يعني قاعد لسه في محلات انه تدخل السفينة فيها، بس تأخر الجو اليوم نصور لكم اياه بكرة. هنيك جسر السفينة بتعدي من تحتها.
هنيك صايرة جسر هنيك تعدي السفن من تحتها مدينة رائعة جدا يعني حلوة كتير بلول شنو تقول للمتابعين؟ شنو تقول للمتابعين؟ ارفع صوتك ارفع صوتك وانت عم تحكي يعني للمتابعين قول للمتابعين لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب شو انت شو بتقولها؟ انا بقولها صحيحه بس شو بتقولها؟ سبسكرايب حتى لو بدي اقولها غلط سبسكرايب والله عم نتعب ليك وحياة اختي برد 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 والله عم نتعب ونسافر سفرات ونجيب لكم مناطق حلوة وشغلات حلوة فحطونا لايك يعني لا تحرمونا من هالنعمة هاي يعني خلينا نظبط الكاميرا هيك هذا هيك فاليوم خلص مشوارنا اللي يجينا عليه راح ننزلكم هذا الفيديو وانتظروا منا جزء ثاني من جزء ثاني من هذا الفيديو تكملة الفيديو هاي المدينة لأنه مدينة كبيرة إذا بدي أصور كل شيء بالتفصيل أنا ما عم قصر الفيديوهات مشان تشوفوا المنظر كله هذا في لا كتير فيديوهات عالم عم تنشر يعني من 20 مقطع شوي من هون حتى مو إنه عم مصورين بدقة إنه حاطين السرعة يعني ما بتعرف شو هي يعني وين شو هي اساسا فانا عم طول فيديوهاتي طويله وعم طول فيديوهات وعم صور بالتفصيل لحتى العالم تشوف واللي عم يتابعني يشوف المناظر اللي نحن والمناطق اللي رحنا عليها والمناظر الحلوه اللي هون فاعذرونا اذا مقاطع شويه طويله بس مشان انتم تستمتعوا بالمناظر اللي هون ونشوف واخيرا رجعنا قررنا نرجع على سترين لانه هون المنطقه بلا ما نقول شو هي الجو مو مناسب مو خارج انه واحد يضل فيها فاخر شيء قررنا من المطر الكبس المطر والبرد ما احسننا ناكل نعمل فطور وناكل ماخذين معنا اكل وفطور كل شيء بس ما احسننا من البرد والمطر انه ناكل فقررنا نروح نشتري من برجر كينج اشتريت كريسبي تشيكن طبعا كلياتهم قرروا يشتروا كريسبي تشيكن بعدين كان ناويين يشتروا تشيز برجر ما تشيز برجر فالمهم اخر شيء بعد ما شافوني مقرر على كريسبي تشيكن قرروا اشترينا كريسبي تشيكن والله طالعين نروح على الستريت خلينا نروح على الستريت تبعنا احلى منطقه وبعدها نروح على منطقه ثانيه نصور لكم المناطق من هناك هلا راجعين على نفس المنطقه نركب الباخره شو اسمها هذيك شو بتقولي بس ما بالعربي نسيت اسمها عباره ما هي باخره كمان بالعربي الباخره ما بعرف مو عباره هي اسمها عباره انتوا رايحين على العباره ليعبرونا على الطرف الثاني يعبرونا على الطرف الثاني نروح لانه هون المنطقه يعني راحت طبعا حنين راح اروح اصور لكم العباره وعباره سياره قدامنا هنيك راح اصور لكم اياها وفي سيارات كمان واقفه قدامنا بس بدها وقت لتجي يا خدي خلينا ننزل من السياره في سيارات واقفه وراي كمان هون كلياتهم سيارات واقفين راح يروحوا معنا هون كم سياره بتطلع لي شيء 40 سياره 30 سياره طلعت من اوليسون وما عاد رجع لها ولا بحياتي طبعا هي بدها شي ثلث ساعة لحتى تجي هدول كل السيارات واقفين هون هي بتيجي بتوقف هنيك اي هي بتيجي بتوقف هون حاطين لك كاميرا عليها بياخذوا عليها ايش اسمه بدل ما تدفع مصاري تاخذ من هنيك من الكاميرا بتجيك فاتورة على البيت على رقم السيارة هلا هي يمكن الطرف الثاني ليك عم تجي هي اصلا هاي هي عم تجي هذيك هي هذيك عم تجي
عم بجيب طلبية لهون نقلة، وبعدين راح تاخذنا لنا كلياتهم واقفين وانا واقف هنيك. السيارة تبعوتي، العالم تطلع فيني بتفكرني اجنباوي جاي شنو اسمه. يلا طلعوا طلعوا تصوير ببلاش، تطلع ببلاش. ها رح اسألكم شغلة شباب، بدي اسويها بسيارتي، رح اغير فيها لون الدواليب. لما حطت لون الدواليب ذهبي فاعطوني لون اني اغيرها احط لون ثاني عليها. بدي اغير لون الدواليب، انا عندي اياهم ذهبي هيك يعني، بدي كور هذا. فحطوا لي لون بالتعليقات شو اغير لون السياره. تشوفوا لي هذاك هذاك العاق شو بتساوي يا والد؟ شو بتاكل؟ انت تمك تم الاكل ولا؟ تعال شو بدنا نحكي؟ خلص بقول هيك، بقول جينا وشفنا المتابخ. المهم رجعنا من اوليسون على منطقتنا سترين، عملناها منطقتنا الخاصة نحن. اللي بيسمعنا بيقول انه نحن عايشين يا زلمة. اللي بيسمعنا بيقول انه نحن عايشين بسترين، وطلعنا الشاب الحلو احد من متابعينا، شاب من متابعينا، فتواصلنا مع بعض وجينا شفناه. ولا رايحين لعنده على البيت نظبط امورنا هنيك، نشحن كل شيء، نجهز الاجهزة بكاميرا بطارية نظبط، وبعدين نكمل نرجع مشوارنا لهذا الطرف على ليلي همر. كيف بدنا ليلي همر؟ وصلوا بالسلامة ان شاء الله يا معلم، واحلى شب. تابعوا ولايك وتعليق حلو. شوف الحركات والحشكة والصوت هذول ايه؟ ولا تنسونا من سبسكرايباتكم، ها؟ كل شيء اهم شيء سبسكرايبات ولايكات وحبروليتو وديسباسيتو. وهذا شب الحنطي بلال هون واقف عم يعمل صورة مصغرة للحط الصورة. اها واقفين ورانا طبعا ما عم نشتري. طبعا هذول قناني كولا، ما كولا عصير يعني. عصير تفاح. عصير تفاح وخل. فحبينا انه نسلم عليكم انا والشاب الحلو هون، الشاب من متابعينا من كوباني كمان، هو كردي. خلاص والله شباب. كرماجي شوري تشيك شوربي يا شباب. تقول شو؟ كرماجي تشيك شوربي. والله بس مش كيف شو صور ناكري بس صار سلام حق كرماجك ما تبعدك ايه شباب. حبيبي بعت لي على الانستغرام وانا جاي من طريقي، بيقول لي بس توصل لعندي بيجي لعندك، وبدي خسرك روم يعني. والله العظيم دنيا مطر ومشطين بالقابات والجبال، ما اللي جاي معي لا ايباد ولا شيء، بس نضيفه ونلعب معه روم، نلعب معه روم ونخسره وننزلكم يعني. أنا عندي شغل، إذا خسرته بينزلوا، إذا خسرني بينزلوا. على حالتين رح ينزل. على حالتين. على حالتين بينزلوا. انتظروا منا تحدي أنا والشاب. نبدأ خير؟ ريناز. ريناز. تحدي بيني وبين ريناز، تحدونا قريبا، استنونا قريبا بس نرجع على البيت. تحدي بيني وبين ريناز روم مستودع كارت. إذا لا أسلحة، انفورات. انفورات. إذا خسرته بدي 1000 لايك، 1000 لايك وصلت؟ لا. ألف 150 ألف لايك خيو. 131 ألف يا زلمة. المهم جيب أكثر. إذا خسرني رح نزلو، إذا ربحت رح نزلو، على حالتين رح نزلو. مع إني ما بعرف ألعب مستودع أسلحة، بلعب بس قناصات. أنا تعال لي قناصات يا زلمة. خلص نلعب قناصات كمان. نلعب قناص. نلعب اثنين. نلعب روم قناص روم سلاح. على حالتين، إذا خسرت نزلو وإذا ربحت نزل. استنونا قريبا بس نوصل بالكم يوم على البيت. 14 إمتى بكون؟ بكون 3. ثلاثة انتظرونا 4 الصبح ان شاء الله راح ينزل الفيديو بس نوصل على البيت. يلا هلا راح نروح لعنده على البيت نشحن الاجهزه وما اجهزه وبعدين نكمل مشوارنا. نشوفكم بخير.
وما ياخذوني اول مره بصور قدام الكاميرا على المصور. لا عادي يا زلمه ولا يهمك. يعني لا حدا يقل لي سويسرا، لا حدا يقل لي من يحزنون. هذا شلال التلج عم بيدوب من فوق، شلال كبير نازل لتحت. والله انا من بعد ما شفت لوين ما عاد تعجبني ولا منطقة. شبك المنظر هذا مو حلو بلال؟ والله رائع. طان هون الجبال وضربنا سيارة من تحت، ما عاد عارف شو صار له، خبطناها من تحت، ان شاء الله ما تكون صاير له شيء. تعال تعال. سليمة الحمد لله. هي سليمة. سيارة. فالمناظر هنا رائعة والجبال جميلة. السماء ليست صافية. السماء ليست صافية. وما بعرف كأنه منظر حلو بس. يعني ما حدا يقول لي سويسرا مية خضرة بس على الشط وما شط، ليه كان مية خضرة هون كمان بس، بس المشكلة انه ما فيها شط. فيروزي. فيروزي مو خضرة كمان على عيون بلال، لا تزعل. عيوني مو فيروزي، عيوني بني. دخيل عيونك البنيين انا. فخم. هلا راح نكملكم المشوار قدام كمان ونشوفكم تكملة الفيديو. و انا وبلال. بلال شو بتقول للعالم؟ قول تعالوا على النرويج. تعالوا شو شو طاير وي. تعالوا على النرويج. والله مناطق كثير حلوه، جو كثير حلو رائع. قرب لانجليز والله ما راح اعمل لك شيء قرب. خايف منك انا. تعالوا على النرويج. السياحة حلوة كتير، وبس اجوا على النرويج انا بصير دليل سياحي وباخذكم وبجيبكم مو مشكلة من عيوني. وعمو بلال كمان. صحيح. باخذ عطلة من الشغل كرمالكم العيون. لكن تصرفوا علينا ونحن. المهم تعالوا على النرويج ورحلتكم علي انا باخذكم. نحن بنتكفل فيكم من عيوني والله. بدنا يمكن احسن بناخذكم على اوليسون. شكله ما باخذكم كل المحلات، بس اللي بده يقول لي بدي اروح على اوليسون قل له ارجع على منطقة اللي انت جيت فيها. اوليسون حرمته. اوليسون اول واخر مرة. ما حتى قلنا لكم بالفيديو انه قلت بالفيديو راح اصور لكم تكملته، ما صورته لانه عن جد العاصفة اللي اجتنا بالليل والمطر مفاجأة. يعني فاجأتنا بطريقة غير لائقة، سبحان الله، طريقة غير لائقة فاجأتنا المطر والعاصفة وهواء. اذا بحس حالي عدوة للطبيعة، انا حسيت حالي عدوة الطبيعة بهالشيء هذا. فا اللي بده يجي من عيني وراسي بواخده وبجيبه على حسابي، كمان تكلفة كل شيء على حسابنا. بس انه اوليسون اللي بده يقول لي جاي رايح على اوليسون بدي اسافره لمحل اللي اجى فيه، اجى انا بشتري له تيكت ليرجع، كمان اشتري له تيكت الرجعة، كل شيء الا اوليسون. فخليكم معنا، خلينا نكمل الطريق سوا. شوفكم هون لسه تكملت رحلتنا. انه والله حاسس حالي اني عايش بالاسكيمون يا زلمة، جليد وما جليد والنهر جليد. فبس طلعوا لي هنيك اللي بيفصل بين هدول النهرين، جسر بسيط اللي بيفصل بين هدول الطرفين هذا المي، والطرف الثاني جسر بسيط. هون كله متجمد، كله جليد، والطرف الثاني مي عادي، يعني ما فيها شيء. الطرف الثاني مي والفاصل بيناتهم جسر بسيط، يعني ما اعرف جسر بسيط، يعني جسر عبور للشارع رايح شارع راجع، الطرف الثاني مي وهذا طرف جليد. فمنطقه كثير حلوه. هون ثلج رايح على الثلج، انا اشوف الثلج من مقطع الشارع. جمد جمدت الثلج هون
جمل جمل. حتى التلج صاير جليد. الزور لحتى قطعت شوي منه. ليس تبوزه. منطقة كثير حلوة. خاصة ورانا هون جبال. شايفين جبال هيك ساويتو. أنا دخلت ما عارف ركز. منطقة كثير حلوة. منطقة كتير حلوة جليد وحبروليتو ديسباسيتو. ما عاد تحس برجلي غير شكل. طبعا هذا اليوم الخامس طريقنا للرجعة. قررنا نخيم هون بهي المنطقة على النهر. بس في ناموس كانوا محترمين. اجت واحدة بفند قال شو راح نادت لجماعتها. واحدة انتحرت ماتت. هاي هذول شو اسمه شهداء الاكل. فراحوا نادت لجماعتها لتكوموا علينا. كانت واحدة صارت لها شي 50 وحدة عم تحوم حوالينا. فراح نخيم هون جنب النهراية. مثل ما لكم شايفين الجو حلو كتير. الساعة 9 بالليل 9:30 بالليل. الساعة 9:30 بالليل والمنطقة حلوة والجو رائع.
وكان في شمس وهلا هدوء ما هدوء مع انه الطريق جمنا. فنحن قررنا نخيم هون. اول عالم كانت مخيمه وفي نار وكل شيء. زبطنا ديكور هاي خيم هون. وهذا بس شوفوا لي هذاك، بس شوفوا لي هذاك اللي ما عم يقول عاقل راح يطلع على الشارع من شوي. كان راح يطلع على الشارع من شوي بدون ما نعرف لون كيف بيمشي. الا لون كيف عمو بلال اشرح لهم كيف بيمشي هذا. نعمل وضعيه البيبي ما بدهم تاني. يلا ما في مشكله. المهم مشيت خطوتين شافوني. لا لسه ما شافوني. خطوتين بوصل على الشارع بده يهرب. شو نحن مو اهلك يعني؟ ها نحن مو اهلك مثلا؟ هاي سكربان هون. وقفنا السياره ليك الاغراض كلها ورا. هلا راح نطالع طالع الاغراض. وعمو بلال معه طابه. ايه بضحك. مو بلال معه طابه هاي سودا ما اعرف ليش اسود مثل وشو. سارقه من صومال شكله. جايبها من صومال هاي الطابه. خذ نطحه بس مو بالمي ها، مو بالنهر. مو بالنظاره مو بالمي. يلا بس مو على 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 بيبي. هلا راح نطالع اغراض والكراسي والامور. اليوم جو حلو. راح نقعد على الكراسي على النهر. جايبين كراسي ما عم نستخدمها بس بدي لربك ما تمطر. لا لا جو حلو ما خرج مطر. راح نطالع اغراض نظبط الخيم والاوضاع ونشغل نار ونرجع لكم. طبعا لهون كان نهاية بلوغنا اليوم. نحن قاعدين هيك جنب النارة والهرجيلة. وأهم شي كاسة الشاي مع الهرجيلة.
ما حدا يسألني ليش لون الكاسة زهري، لأنه هاي كاسة سفرية. المهم هذا كان فلوقنا لليوم، وجينا على منطقة حلوة كثير رائعة، خاصة إنه واحد يقضي نومته هون. منطقة كثير رائعة، فجنب الطريق كمان جنب الاستراد مو مبين راسه، خلينا نعمل كذا. وإن شاء الله يعجبكم الفيديوهات اللي عم نساويها والفلوقات اللي عم نساويها. ورأيكم بالتعليقات مهمة، ومثل ما قلت لكم مثل ما قلت الفيديو لا مثل ما قلت لكم. اللي عنده سؤال عن رحلتنا وعن سفرتنا هاي اللي طلعناها، ليش هيك طلعنا بالسيارة، وليش خيام وما خيام، اللي حابب يسأل أسئلة ويستفسر عن الموضوع فيه يكتب لنا تحت بالتعليقات، وأنا أطلع رد عليكم فيديو. وإن شاء الله تكونوا بتستمتعوا بالشيء اللي عم نقدمه، فيديوهات وبلوجات. ونحن كبلوجر ما لنا بلوجر، بس حبينا نفرجيكم شيء اللي نحن عم نساويه بدون ما نصنع شيء خارج إرادتنا، إنه شيء مو من أساسنا يعني. مثل باقي الناس تصير تتصنع شغلات من عندك كرمال الشهرة وما شهرة، لا، بس نحن إنه طلعنا رحلة وحبينا ناخذكم معنا بالرحلة ونفرجيكم الأجواء هون ولوين رحنا وشو عملنا وكيف. قديش النرويج غريبة يعني، وش قد النرويج طبيعتها حلوة وغريبة وفيها شغلات حلوة، وشو عملنا وشو سوينا وكيف نمنا، حبينا نفرجيكم كل شيء. ولهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك حط لايك، وإذا ما عجبك حط لايك، وإذا كنت جديد على القناة وعم تشوف فيديوهاتنا اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، خلينا نوصل 50,000 و100,000. وشكرا كثير لكم ولمشاهداتكم لدعمكم لنا. السلام عليكم.